السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفوا مجموعة تعريف مباراة القيم الوظيفية وكيف تدل العادية، يعني غنلعب على الأسئلة بحال غيكون سؤال ولا تمرين ديال المراجعة. مجموعة تعريف الأول، السؤال الأول قالنا مجموعة تعريف، السؤال الأول مجموعة تعريف. قلنا في مجموعة تعريف الميكرو عندك الجذور النونية ورد البال، واش الجذر كاين في البص ولا المقام؟ إذا كان في البص داكشي الدخلاني أكبر من أو يساوي صفر، إذا كان الجذر بوحدو في المقام دائما أكبر قطعة من زيرو، بحال هنايا إكس كينتمي دي إف تكافي إكس ناقص واحد أكبر من أو يساوي صفر، يعني إكس أكبر من أو يساوي واحد. إذن مجموعة تعريف غتبدا من واحد حتى بلوس لافين. السؤال الثاني قالك بين أن اف إكس يساوي خمسة تقبل على الأقل حلا في المجال جوج خمسة. في هذه الحالة قلنا عندك اختيارين، يعني يا إما الخمسة تحولها هنا وتولي عندك اف إكس ناقص خمسة يساوي صفر تقبله على الأقل، ولكن غتوضع جي إكس يساوي اف إكس ناقص خمسة وتلعب على مباراة قيم وسطية جي لي جوج جي لي خمسة أصغر قطعة من زيرو، أو غنحتفظ أنا بخمسة غندير يلا اتصال، الاتصال ديال إكس زائد جوج جذر مربع إكس ناقص واحد. هنايا أش غندير؟ إكس هنايا إكس دالة متصلة على إيش؟ على إف، لأنها دالة حدودية، وما أن حالة خاصة هذيك إلا كانت غا إكس ولا أ إكس كنقول دالة خطية. إذن لأنها دالة خطية، وقلنا الدالة الخطية هي التي تكتب على شكل إكس، إكس يساوي إكس، ومنهم فإنها متصلة على المجال جوج خمسة، لأن جوج خمسة ضمن إف. بقى عندي الثاني، يعني الجذر، الجذر كناخد أول حاجة داكشي الدخلاني، إكس ناقص واحد دالة متصلة وموجبة على المجال واحد بلوس لافين، لأن هادي هي مجموعة التعريف ديالها، لأنها دالة حدودية، هادي حالة خاصة دالة تآلفية، لأنها دالة تآلفية، ومنهم فإنها متصلة وموجبة على المجال جوج خمسة، علاش؟ لأن جوج خمسة ضمن واحد بلوس لافين. عاد عندك الحق شنو؟ دخل الجذر. إذن إكس ناقص واحد دالة متصلة على متصلة على المجال جوج خمسة، بقى عندي وبالتالي الدالة كاملة إكس إف إكس دالة متصلة على المجال جوج خمسة، لأنها مجموع دالتين متصلتين على المجال جوج خمسة. درنا اتصال، بقى عندي الشرط، هاد الشرط اش غنلعب؟ كنحسب إف لجوج، شحال كيساوي؟ كيساوي جوج زائد جوج جذر مربع جوج ناقص واحد اللي هي جوج زائد جوج كيساوي ربعة، و إف لخمسة كيساوي خمسة زائد جوج جذر مربع خمسة ناقص واحد كيساوي خمسة زائد جوج فوا جوج اللي هي خمسة زائد ربعة اللي هي تسعود. كتقول بما أن باش يبان ليك هاد العدد اللي بقى عندنا خمسة محصور بين عددين،
شنو هو؟ لقينا 4 صغير و 9 كبير، فإن اف لإكس يساوي 5 تقبل على الأقل حلا في المجال جوج 5. قلنا لك الاختيار تحول 5 هنايا وتلعب توضع واحد جي اكس كيساوي اف اكس ناقص اكس يساوي صفر، وتلعب على مباراة تقية وسطية يعني اتصال، وجي لجوج فوا جي لخمسة تساوي بين مجموعة تعريف وبين المعادلة اف اكس يساوي صفر يساوي 5 تقبلوا على الأقل. نمشيو دابا الدالة العكسية، والدالة العكسية الاتصال وشنو هو الرتابة. اتصال درناه بلا ما نعاودوه، يعني غنكتب ديريكتومون لدينا اف قبيله لعبنا على جوج 5، دابا غنلعب على واحد بلوس لافيني، لدينا اف متصلة على المجال واحد بلوس لافيني لأنها مجموع دالتين متصلتين على المجال واحد بلوس لافيني. غتعاود نفس البرهان، يلا غتبدل جوج 5 غتبدلو بواحد بلوس لافيني. هنا بقات عندنا الرتابة، الشرط الأول، الشرط الثاني. الشرط الثاني مهما يكون إكس كينتمي لواحد بلوس لافيني، ولاحظ هنايا واحد خرجو، علاش؟ لأن غتكون غير قابلة للشقاق. فاش غنوصلو للدرس الثاني ديال القابلة للشقاق ديال الشقاق، غنوريكم علاش واحد هنا خارج. عندنا اف بريم لإكس كيساوي إكس زائد جوج جذر مربع إكس ناقص واحد بريم لكيساوي إكس بريم زائد جوج جذر مربع إكس ناقص واحد بريم كيساوي واحد زائد جوج فوا إكس ناقص واحد بريم على جوج جذر مربع إكس ناقص واحد. إلا كان عطيني واحد نختلف بجوج يبقى عندي إكس ناقص واحد بريم على جذر مربع إكس ناقص واحد، إلا كيعطيني واحد زائد واحد على جذر مربع إكس ناقص واحد. شوف على شي واحد هنا كيخرج مجموعة تعريف، لاحظ هنايا الجذر ولا هذيك المقام مجموعة التعريف ديالو غادي يولي أكبر قطعة من زيرو، داكشي باش واحد خارج. هذا كيف دار الإشارة ديالو موجب، ومنه إف تزايدية قطعا على المجال واحد بلوس لافيني، أي أن إف تقبل دالة عكسية إف موانزة معرفة على جي. هالجي كيفاش كنحسبوه؟ قلنا هو الصورة ديال المجال، والمجال اللي عندنا واحد بلوس لافيني. لاحظ واحد داخل بلوس لافيني من خارجة هي الصورة إف لواحد ليميت تاع إف لإكس بلوس لافيني. علاش؟ لأن واحد داخل غنحسبو إف لواحد، إف لواحد هي واحد زائد جوج جذر مربع واحد ناقص واحد اللي كيعطيك واحد، والليميت تاع إف لإكس بلوس لافيني هي الليميت تاع إكس زائد جوج جذر مربع إكس ناقص واحد بلوس لافيني اللي كيساوي بلوس لافيني زائد بلوس لافيني كيساوي بلوس لافيني إلى جذر بلوس لافيني هو بلوس لافيني. إذا جي بقى عندي نفس المجال اللي هو واحد بلوس لافيني. هنا بينا بلا تقبل الدالة العكسية، بقى عندنا تحقق ورجع كيعطيونا التحقق قبل من اف موان زان، إذا 100% غنخسر به. شو معايا؟ تحقق رجعت من جذر مربع اكس ناقص واحد لو تو كاري مشروع، يعني هنا السؤال الرابع عندنا جذر مربع اكس ناقص واحد زائد واحد لو تو كاري كيساوي جذر مربع اكس ناقص واحد لو تو كاري زائد جوج جذر مربع اكس ناقص واحد وزائد واحد اوكاري. شحال كيعطيني؟ اكس ناقص واحد زائد جوج جذر مربع اكس ناقص واحد زائد واحد اللي كيعطيني اكس زائد جوج جذر مربع اكس ناقص واحد، وهذه هي الدويس.
قلنا عطاها لنا عندها واحد الدور. شنو هو الدور؟ فالحين نسال السؤال الاخر، حدد اف موان زاد اكس. هنا خامسا اف لي موان زاد اكس ايكالا ايكغاد تكافي، قلنا اف لي ايكغاد يساوي اكس. غادينا اكس كينتمي للجي، جي في هذه الحاله هنا هي واحد بلس لافيني، ويكغاد كينتمي لي هو واحد بلس لافيني. قلنا في الداله العكسيه كنقلبوا على ايكغاد. في هذه الحاله ما ندخلش بالي، علاش؟ لان بنادي التمرين قال خو ديالي، يعني شو اللي عليك؟ جذر مربع ايكغاد ناقص واحد زائد واحد بلس كاري كيساوي اكس. انت كتقلب على ايكغاد، ايكغاد كاينه. اذا شو غنكتب؟ جذر مربع ايكغاد ناقص واحد زائد واحد ايديالي دائما موجب. اذا جذر مربع ايكغاد ناقص واحد زائد واحد كيساوي اكس. علاش؟ لان جذر مربع ايكغاد ناقص واحد زائد واحد اكبر قطعا مناش من صفر، يعني غناخد تا اكس موجب. واذا جذر مربع ايكغاد ناقص واحد اش كيساوي؟ اكس ناقص واحد. كنعرفو بلا اكس كينتمي لواحد بلس لافيني، اذا اكس ناقص واحد اكبر من او يساوي صفر. ومنه باش تحيد الجر غترفع لو كاري، اكس ناقص واحد لو تو كاري، اي ان ايكغاد ناقص واحد كيساوي اكس ناقص واحد او كاري، ونحول ايكغاد يا ايكغاد كيساوي اكس ناقص واحد لو تو كاري زائد واحد. ومنه ولا وبالتالي هذه هي الدالة العكسية، مما يكون إكس كينتمي للجي، عندنا إف لي موان زاد إكس كيساوي إكس ناقص واحد لو تو كاري زايد شنو؟ واحد. إلى هنا كمل عندي التمرين، كذلك باقي تمارين أخرى إن شاء الله، ما عندنا الفيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.